العملية العسكرية المتواصلة ضد الإرهابيين في مدينة القصير والريفيها قضى بواسل قواتنا على أعداد من الإرهابيين وأحكمت السيطرة على أجزاء كبيرة من الحارتين الشمالية والوسطى من المدينة، كما تم تدمير آخر أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في الحي الواقع جنوبي المقبرة في الحارة الوسطى من المدينة، ودمرت عددا من تجمعات الإرهابيين ومن أوكارهم في قرى الحيدرية وعرجون والضبع بريف القصير بما فيها من أسلحة وذخيرة وأدوات إجرامية. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى منطقة الخزان في مدينة القصير بعد سيطرة الجيش العربي السوري عليها طبعا، والجيش يقوم بملاحقة الإرهابيين داخل هذا الحي. إذن كما نشاهد منطقة الخزان كيف تم السيطرة عليها هذه الليلة من قبل بواسل الجيش، وتم القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير مقراتهم. إذا نحن برفقة بواسل الجيش العربي السوري في منطقة الخزان، اشتباكات تدور في المنطقة بعد سيطرة الجيش على هذا القطاع، ويتقدم الجيش إلى المحور الأمامي. معنا أحد بواسل الجيش العربي السوري في منطقة الخزان بعد السيطرة عليها، احكي لنا كيف سيطرتوا على المنطقة والجيش العربي. نحن الآن في منطقة الخزان، تم دحر الإرهابيين ونسمع الآن أصوات الاشتباكات، تم اكتشاف عدة أنفاق وعدد مقرات وتم تدميرها. الآن نسمع صوت الاشتباكات وأصوات الانفجارات التي ينفذها قوات الجيش العربي السوري تدك أوكار المسلحين والإرهابيين، كما تم إلقاء القبض على بعض متزعمي المجموعات الإرهابية في القصير ومقتل عدد كبير منهم. نحن الآن في أحد المناطق اللي كان يتمركز فيها الإرهابيون قبل دخول الجيش ودحرهم، لنشاهد كيف كانوا يقومون بمد الأسلاك لتلغيم المنطقة. طبعا هذا الشريط كان المسلحين المجموعات الإرهابية استخدموه لتفخيخ العبوات الناسفة عند تقدم الجيش، تم بعون الله تفخيخ جميع العبوات، وهذا أحد الأشرطة التي كان يستخدمها المسلحين ومجموعات الإرهابيين المرتزقة. وللمزيد حول الأوضاع في